خليني برضو يعني طبعا شابو، يعني تحية كبيرة جدا لكل اللي انت عملتيه، بس انا عايزة، لان احنا على التلفزيونات ما كناش بنشوف المرأة الليبية قوي وقت اثناء الثورة، او كنا بنشوفها في نطاقات تضايق. انا عايزة اعرف بشكل عام المرأة المقيمة داخل ليبيا من 17 فبراير لغاية مقتل القذافي كان دورها ايه؟ يعني ايه الانشطة اللي كانت تستعد تعملها؟ مش هقول لحضرتك حاجة، يعني باعتراف السيد مصطفى عبد الجليل طبعا مستشارنا، أول حاجة إن الثورة الليبية قامت على حاجتين، على المجاهدين، على الجبهة يعني على الجبهة الغادي، وعلى النساء الليبيات. طبعا النساء الليبيات تبرعوا، أول حاجة طلعت النساء، دي طلعت النساء في مظاهرة، هذه حاجة تاريخية إن احنا تطلعي في مظاهرة، أساسا ده حاجة تاريخية فعلا. تمام. يعني عارف ان انت تطلع او تسيب زوجتك تطلع، او زوجتك تطلع تقف قدام محكمة، او اختك او امك بنتك او جارتك، حتى جارتك انت ممكن لما تلاقي جارتك تقول ما تطلعيش. تمام. فان هي تطلع تقف قدام محكمة ومتعرضة للضرب ومتعرضين للقصف، وكان بيحصل حاجات يعني في تاريخية. فدي كانت خطوة اكيدة لليبيا. في العدد بتاعهم طبعا احنا عندنا العدد النساء اكتر شوية، معلش في العدد، فكان العدد برضو ما يبان كتير، دي خطوة. عزب. تاني حاجة اتجاه النساء، عندنا نساء ما شاء الله تبارك الله، النساء في الجمعيات الخيرية أول حاجة اتبرعوا إن أنتي، أنا 10 دولت إحنا هنسووا النهاردة اللي عند المحكمة، هنسووا في خشوا على المستشفيات، تطوعات للمستشفيات، في خشوا لل على الجبهة اللي هي الداخلية، اللي هي إيه، اللي في ناس باعوا ذهبهم، ستات كتير. نعم. اللي باعت ذهبها، اللي خدت فلوس من كذا، اللي فتحوا جمعيات إغاثة، اللي تموا يوفروا في مواد الغاز، اللي تموا يديروا مطبخ داخلي ويودوا للثوار وأكل اللي عند الجبهة. طبعا ما كانتش متوفرة عندنا الإمكانيات، نعم. فالنساء وفروا كل ده. وبغض النظر كان أكتر النساء اللي اشتغلوا عندنا هنا نساء، أنا طبعا بحكم إن أنا في أكتر في مصر، عندنا سيدة أكبر سيدات اللي اشتغلوا في المجال، سيدة عائشة بن سعود، سيدة زهرة اللنكي، دكتورة طبعا سعاد زنكي، الدكتور سعاد زنكي، والأستاذة الدكتورة سعاد، الأستاذة أمال، الدكتورة أمال الزويي، دول كلهم عملوا شغل فعلا وكتير كتير. احنا عشان بس وقتنا بيخلص وعايزه ابقى مستقبليه ونشوف حاجات مستقبليه دلوقتي، تفتكري المراه تقدر في الفتره اللي جايه تاخد دور حقيقي، المراه الليبيه تاخد دور حقيقي في ظل كمان الموضوع مش بس ثوره وما بعد الثوره وما قبل الثوره، كمان الثقافه القبليه ثقافه يعني انت جيتي يعني عادي يعني عنيفه جدا، وصعب انها تتغير بسهوله، المراه تبقى وزيره ولا هقول لحضرتك حاجه. يعني هي بالنسبه لثقافه الشعب الليبي كان عندنا مرحله في مغيبين حتى عن الثقافه، عن الفكره، عن المراه. فالمشكله ان احنا ايه، يعني بدايه توا في تشجيع، في تشجيع فعلا وحالي من اول واحد. لا يعني انا في ناس كتير شجعونا وشجعوا ناس كتير، يعني نعم. حتى كمرأة نعم. بيبقى لها اهو خليها تظهر خليها كده. نعم. لكن انا يعني العيب في المرأة، فين تفكيرك يا مرأة ليبية؟ فين وجودك؟ فين انت؟ عندنا المرأة، عندنا الدكتورة، عندنا اللي معاها الدكتورة، عندنا المهندس، عندنا الصحفيات، عندنا المهندسات، عندنا يعني هقول لحضرتك حاجة، معلش يا سر، انا نموذج ما معيش جامعة، فتخيل اللي معاهم جامعات ومكملين. نعم. يعني نعم. كعالية انا ما عنديش جامعة، مش خريجة جامعة، فده نموذج. تخيلي بقى مرأة معاها دكتوراه ومعاها ماجستير ومعاها ليسانس ومتواجدة وعندها ثقافة. عندنا نساء ما شاء الله عليهم، وبطالبهم طبعا ان هم يطلعوا يورونا المرأة الليبية. الموضوع مش بالشهادة، الموضوع بالفكر. ما هي ما انا بقول لك، يعني بصي، يعني دي انا يعني في عندنا ناس، وانا مش عايزة اغفل، عندنا نساء ما شاء الله قدموا كتير للثورة، عندنا نساء ما شاء الله، وفي ناس بتوتي نفسها ان هي تبقى في معقد ومجلس الشعب او فطبعا كان ما فيش في الوزاره ان هي عنصر نسائي. نعم. فانا بقول فين عنصر نسائي دلوقتي؟ عايزين عنصر نسائي، وفي نفس الوقت عايزين حركه فعلا. نعم. يعني هو في حركه، بس عايزين لا تواجد بقى كسياسه او المكان، احنا جارينا عايزين بقى كل واحده تبقى مكانها باش تثبت. استاذه عاليه، دايما السهرات والاحداث الكبيره اللي بتحصل في اي بلد، الحكاوي والقصص، قصص المراه او قصص الرجل بتيجي بعد كده بتبتدي تتحكي اكتر واكتر. انما السؤال برضو ارجع للسؤال بتاع عايده، انت كلمتيني عن المراه عموما بعد الثوره ممكن تعمل ايه، انت نفسك بقى التجربه بتاعتك اللي انت رحتيها دي وكنت واقفه في وسط ضرب النار وفي وسط المشاكل كلها، انت ناويه تعملي ايه في المستقبل شخصيا؟ انا كعلي يعني اول حاجه، في كتير يعني بيوتوا نفسهم لان هم هيبقوا في عضو مجلس الشعب او الحاجات دي او في دوائر. طبعا انا كعضو في منظمات اتحاد المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، كنا في مؤتمر قريب او في اجتماع هنحضره اللي احنا رقابه الانتخابات،
على اساس ان احنا كعنصر كمراه انا كنت الوحيده اللي كمراه في الاجتماع بنحضره ان احنا هيبقى عندنا الهيئه العليا لرقابه الانتخابات فانا كفيها وفي ستات الاستاذه نعيمه عظيم. عندنا الاستاذ مدحت الامامي والاستاذ يعني مرعى الزوي نعم. وطبعا رئيس الاتحاد استاذ عمار الفضيل كنا في الاجتماع ومعنا شخصيات تانية عشان الذكر فانا في الاجتماع ده قررت حاجه ان انا هرشح نفسي لرئاسه الجمهوريه تمام ويكفيني شرف حتى لو ما فزتش بس يكفيني شرف المحاوله وان هكون اول امراه ليبيه انا طبعا مش مؤهله نعم. لكن فعلا انا عايزه المراه الليبيه تتطلع من اكتر من هي تبقى في مجلس الشعب او كوزيره او يا جماعه لا المجال مفتوح واحنا عندنا ناس تقدر وكمراه ليبيه فهي ديت انا يعني فعلا بعد من الاجتماع انا قررت ان هعلن ان انا هكون اول مرشحه لرئاسه الجمهوريه في ايوه كده هتسيبي ولادك وابنك وجوزك هنا انا اقول لحضرتك حاجه انا من اول الثوره وانا سايباه لحد دلوقتي وبقدم لهم اعتذار قدام العالم كله استاذ عليا ايه اللي موجود في ايدك في الكف ده ده نسيم الحياه الحريه ده كان عندك ليله حنه ولا كان ايه لا ده انا ده شعار بحاول افهمه للناس ان الحريه هي نسيم الحياه فعلا فطبعا في لخبطه لان انا حركتي جامده لا انا حركتي جامده يعني فتاني حاجه معلش للرد بعتذر لاطفالي وزوجي طبعا زوجي هو بطل فعلا جندي مجهول طبعا وبقدم له الشكر فعلا يعني هو اللي شجعني انا تهاجمت في ليبيا تهاجمت من ناس كتير من اخواته قالوا لي لا واهلي لكن هو قال لي لا انت كمجاهده وعندك طموح انا ما اقدرش فهو متحمل مسؤوليه الاطفال بعتذر لبنتي الكبيره ايمان متحمله مسؤوليه اخواتها فعلا يعني على ايه على محمد على موزه الصغيره سايباها عندها 3 سنوات بقى لها 9 شهور او 10 شهور ربنا يخليهم لك فعلا بعتذر لهم وبتمنى ان انا اكون فعلا ليهم تاريخ ان انا اكون اول امراه ترشح نفسها لرئاسه الجمهوريه وبطلب القبيله بتاعتي طبعا وعيت عبد الكريم مستعده وعيت عبد الكريم وبالعلم انا مش قبليه انا على ليبيا كلها وعلى النساء فعلا كده بتعملي دعايه انتخابيه عندنا وهندفعك كمان بس ماشي بس ماشي مش مشكله بس لا يا جماعه اقول لكم حاجه انا فعلا ديت فكرت فيها وفعلا هتبقى من مصر لان انا في احنا عندنا كان حاجه اللي مولود خارج ليبيا كان يعني مواطن من الدرجه الثانيه انت مولوده خارج ليبيا انا مولوده خارج ليبيا مولوده في مصر طيب نورتي مصر عشان كده هعلنها من مصر ان انا هكون اول مرشحه للرئاسه ان شاء الله بالتوفيق ويا ريت تصل لليبيا كلها يعني بادي جاردات ستات بقى بس تبقى بجد المره دي مش لا ده بادي احنا مش عايزين بادي جارد احنا لوحدنا بادي جارد بادي جاردات تبقى ستات ومنطقيه ساعتها ان شاء الله ان شاء الله استاذه عليا ابراهيم العبيدي صحفيه وناشطه سياسيه ليبيه شكرا جزيلا لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه ونورتينا وشرفتينا دايما الباب مجرد ان هو بيتفتح احنا عايزينه فعلا ان شاء الله زي على فكره دول المجلس التعاون الخليجي في فتره لسه كانت الحياه بتبقى شويه مقفوله مجرد ان هو بيفتحوا الباب كل يعني المرأة في كل بلد بتبقى بتاخد حقها وبتاخد وضعها واحدة واحدة إن شاء الله هي بمجرد بداية فعلا يعني تمام. والبداية إن شاء الله تبقى كويس أنا ليه وصلت للنهاية نعم. مش عايزاهم بقى يتوقعوا إن هو حاجة لا أنا عايزاهم يوصلوا بقى لأكبر من كده وفي نفس الوقت بحب أقدم الشكر للشعب المصري كله وعلى كل من قدم لنا فعلا يعني هم قدموا لنا يد العون مش عشان انا فعلا في مصر سدين ما فيش في ناس في اول دكتور خش عندنا وعمل مستشفى ميداني الدكتور سامي فتوح ده انا بشكره يعني انا ما شفتوش من اول الثوره لكن يعني كان اول دكتور قابلته في ليبيا كان احنا مش دولتين احنا جيران كمان والباب في الباب فيعني لا لا فعلا انا بشكر الشعب المصري كله على كل ما قدم يد العون لليبيا وان شاء الله يا ربي اول حاجه العماله احنا عندنا طبعا السيد مصطفى عبد الجليل العماله ان شاء الله من مصر كلها وان شاء الله يا ربي يبقى عام خير على مصر وعلى ليبيا والعالم العربي كله الاسلامي شكرا جزيلا شكرا على وجودك حضرتك معانا وبالتوفيق ان شاء الله شكرا لك خلصت حلقتنا النهارده في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك كل يوم وكل ثانيه وحضراتكم طيبين ويا رب يبقى عيد سعيد على كل الشعب المصري وكل العالم العربي والربيع العربي يا رب ان شاء الله السلام عليكم.